الناظم رحمه الله لما فرغ من ذكر خبر الآحاد وأقسامه، وكما ذكرنا أنه قسم الحديث باعتبار طرق وصوله إلينا قسمين، ما ورد إلينا بطرق كثيرة لا تحصر وهو المتواتر، وهذا يفيد العلم الضروري. والقسم الثاني وهو خبر الآحاد بأنواعه الغريب والعزيز والمشهور، وهذا يفيد الظن ما لم تحتف به قرينة، فيفيد العلم النظري. ما دام أن خبر الآحاد يفيد الظن، إذن منه ما هو مقبول ومنه ما هو غير مقبول. لماذا؟ لأن قبوله ورده يعتمد على وجود صفات محددة في هذا الحديث، بينما المتواتر لا يحتاج منا إلى نظر واستدلال. إذن الخبر بأقسامه إما أن يكون متواترا أو خبر آحاد. المتواتر هل يحتاج منا إلى نظر في الإسناد وبحث عن الرواة وجمع للطرق نحو ذلك؟ لماذا؟ لأنه يفيد العلم الضروري. ما معنى ضروري؟ يعني لا يستأذنك في قبوله ورده، بمجرد ما تسمع الحديث من هذه الطرق الكثيرة ستقبله وتتيقن صدقه. طيب، القسم الثاني وهو خبر الآحاد، هل يتضمن هذا المعنى وهو إفادة العلم الضروري؟ لا. إذن ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى بحث وكشف هل تحققت فيه صفات القبول أم لا. لذلك قال وهو، والضمير هنا عائد على ماذا؟ وين؟ كيف عرفنا أنه يرجع على الآحاد؟ في البيت 21 قال وما عدا الأول في الإيراد. ما هو الأول؟ المتواتر، فإنه من خبر الآحاد. ثم قال وهذا يعني خبر الآحاد وهو يفيد الظن، ثم قال وهو إلى المردود والمقبول منقسم عند أولي المنقول. إذن خبر الآحاد هو الذي ينقسم عند المحدثين قسمين. هذا التقسيم الآن هو تقسيم لخبر الآحاد باعتبار القبول والرد. كم سنقسمه قسمين؟ المقبول والمردود.